السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. اليوم السبت 12/6/2021، قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا. احنا شباب اليوم بسوق البقر في بشمارون ريف إدلب الغربي. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. هذا الحلال الموجود بالسوق يا شباب، اللهم صل على محمد. بيبضع يا شباب موجودة بالسوق ما شاء الله، في عجول وفي عكوشات وفي بكيرات وفي بقر حليب. اللهم صل على محمد. هاي بقرة الضحايا. عم تنباع لحم يعني؟ تنباع لحم. شو السبب؟ ضرتها معطوبة. لا معطوبة لا قيمة لحم. وكيف صرف؟ صرف 7000 تكل. 7000 ليرة؟ معي بيا صاحبة. تركي. قد أسعار اللحم اليوم أبو محمد؟ والله أسعار اللحم اليوم أخف من الخميس. الخميس كان أحسن من اليوم. 18 17 18 20 ماكسيموم. ما عدا العشرين. ما عدا العشرين. أيوة. الله يجزيك الخير أخوي أبو محمد. بالسلامة. حركة السوق بشكل عام. والله السوق كل مرة تحت. كل مرة السوق تحت. لسه الناس بالسوق تتعامل بالسوري؟ خفيف. حكي بالسوري بس فعل بالتركي. أيوة. حكي بس بيع سوري بس فعل عندي دفع دولار وتركي. القبض دولار. قبض دولار وتركي ما في. يعني هاي أسعار إيش قد أبو محمد؟ هدول 900,000 يعني 2500 تركي ما في شراء. فيهم 500 تركي ما في شراه. ايوه. 3000 تركي ما في شراه. هذا الخميس اخذته انا عدلت ب 4600 درهم. هذا عجل. اعمى لحم. مش قد اخذته؟ 4600. ايه عطى 4000. مش قد عمرها هاي؟ هاي بكيري، عمرها 7 شهور 100 شهور. لسه ما وصلت سنة. لسه بس 4000. 4000 ليرة تركي. ايوه. بالنسبة للزراعة تكاد أن تنقرض الثروة الحيوانية بغلاف العلف. العلف يعني ما بقى نحسن نقدم علف وتبن بغلاته، والثروة الحيوانية هي أساس المجتمع. نحن بحالة سنوات جفاف. صح. سنة ما صار ربيع. نعم. أيوة. أنا واحد الناس تاجر أبا عن جد بثمانين. نرجو المساعدة للأخوة المربين. أرجو الحليب شيخ. والحليب يا أخي الكريم. أيوة. ورتين لعلم الشيخ. يعني سوق الحليب ما بتفق مع العلف. نعم نعم. اليوم في غلاء بالعلف ورخص بالحليب. هذا السوق عموما يا شباب، مثل ما قلنا لكم الآن بالفيديو اللي قبل هذا فيديو الأغنام. السوق مرتخي، السوق مرتخي اليومين. إن شاء الله نقول للأحسن بالأيام الجاية. الله يجزيكم الخير يا شباب ويعطيكم ألف عافية.